الزائرون من مختلف الجنسيات يحتشدون بسامراء لإحياء ذكرى استشهاد الحسن العسكري بأجواء تضامنية وخدمية كبيرة. محافظ صلاح الدين يرأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم أولوية المشاريع الخدمية ويصادق على توزيع الأراضي السكنية للمشمولين في سامراء والدور. مخاوف التدويل تفرض تنازلات سياسية من جميع الأطراف، وخيارات الجلسة البرلمانية الحاسمة تفرض توقيتات بديلة برئاسة الجمهورية. تحذيرات من سيناريو حرب لبنان ومفاجآت الفصل السابع، ومختصون يحملون البطالة والفقر مسؤولية مشاركة الشباب بالتظاهرات.